السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجازة عيد الفطر 2023 للقطاع الحكومي ميعادها، وهل يوجد أجر مضاعف أم لا؟ ده اللي هنعرفه من خلال فيديو النهاردة. لو أول مرة بتشوفونا ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك عشان توصلوا كل الفيديوهات الجديدة. حدد القانون رقم 81 لسنة 2016 المعروف بقانون الخدمة المدنية تفاصيل أجازة عيد الفطر المبارك 2023 للقطاع الحكومي، وأقر بأجازة الأعياد الدينية للمسلمين وعيد الميلاد للأقباط بأجازة رسمية مدفوعة الأجر بحسب أساسي الراتب الشهري لكل عامل في القطاعات الحكومية. ضوابط الحصول على أجازة عيد الفطر 2023 للقطاع الحكومي، تفاصيل مهمة هنعرفها من خلال الفيديو النهاردة بشأن أجازة عيد الفطر المبارك، أبرزها إن مواد قانون الخدمة المدنية رقم 81 وضعت ضوابط الحصول على أجازة عيد الفطر المبارك 2023 للقطاع الحكومي والعاملين الخاضعين للقانون بالجهاز الإداري للدولة، وفصلته اللائحة التنفيذية للخدمة المدنية الصادرة في مايو 2017 بأن تكون أجازة الأعياد الدينية الفطر والأضحى للمسلمين وعيد الميلاد للأقباط أجازة رسمية مدفوعة الأجر بحسب أساسي المرتب الشهري لكل عامل في القطاعات الحكومية، وذلك من خلال صدور قرار من رئيس الحكومة ينص على أن تكون الأجازة مدفوعة الأجر، وأيضا ينص على عدد أيامها بدايتها ونهايتها. وفقا لمواد قانون الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية المفصلة والمفسرة لإجمالي مواد القانون، فإن أجازة عيد الفطر المبارك للقطاع الحكومي هتكون 4 أيام بداية من يوم الجمعة 21 إبريل 2023 حتى الأحد 24 إبريل. والجدير بالذكر إن مواد قانون الخدمة المدنية 81 لسنة 2016 منحت الفرصة للعاملين بالحكومة الذين لا تسمح ظروف طبيعة العمل بهذه المصالح الحصول على الأجازات الرسمية مدفوعة الأجر، تعويضهم بحصولهم على مثلي الأجر عن كل يوم يقضونه في العمل خلال مدة الأجازة. وهذا يعني أن العامل بالقطاع الحكومي يحصل على تعويض قدره أجر 8 أيام من مرتبه الشهري الأساسي إذا لم يحصل على أجازة عيد الفطر المبارك. وتقوم إدارة الموارد البشرية بتخبيره ما بين الحصول على عدد أيام أجازة بزيلة أو الحصول على مقابل مادي. كده يبقى احنا عرفنا موعد أجازة عيد الفطر المبارك، وكمان هل الأجازة تحسب من الأجر أو يخصم الأجر أم تحسب بأجر إضافي. ده اللي عرفناه وعرفنا كل التفاصيل من خلال فيديو النهاردة. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ما تنسوش تتابعونا باستمرار وتحطوا لايك وشير للفيديو، وأشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.